بالتهاني والتبريكات لمالك دوشة على هذا الفوز، تهانينا لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين في منافسات هذا الصباح، شوط ينتهي واخر تعلن انطلاقته ضمن تحديات سباقنا المحلي الخامس. نصل الى الشوط العشرون من مجموع اشواطنا في هذه الفترة الصباحية لنتابع منافسة مع سن الحقائق وشعارات ابناء القبائل. نتابع هذا الشوط الخاص بالقعدان، 4 كيلومترات هي المسافة، ونبدأ مباشرة لنتابع المقدمة والصدارة. ميسور اول الاسماء الذي يأتي هنا مع صدارة هذا الشوط بشعار سالم بن زيد بن راشد بن نديله، من يقدم لنا ميسور مع الصدارة مع البداية الأولى، بينما النقلة إلى المركز الثاني. لنتابع التقدم في هذه اللحظات من عيار القادم بشعار حمد بن عبد الله الزعبي القادم مع المركز الثاني وثالث. المراكز يتقدم فجاج بشعار مبارك بن عبد الله آل دواس الدوسرياتي مع ثالث المراكز، والمركز الرابع شعار الصعاق القادم في هذه اللحظة من خلال وصول وانطلاقة منذر القادم لعلي بن سالم بن متعب الصعاق، يأتي مع المركز الرابع وفي خامس المراكز. أشاهد التقدم من وهاج القادم بشعار طالب بن مسلم بن عقيل، يأتي مع المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الخمس المراكز، هذا أول ندى على مسار شوطنا العشرون من أشواطنا الصباحية في منافسة كبيرة مع شعارات أبناء القبائل. اسماء قادمة خلف المراكز الخمسة الأولى نتابعها من خلال هذا الاندفاع الجميل. أعداد هنا في سن الحقائق على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول. ميسور مع الصدارة يتقدم بشعار سالم بن زيد بن نديلة المري، من يقدم لنا ميسور مع صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما تأتي الملاحقة مع المركز الثاني في هذا الأداء الجميل من فجاج مبارك بن عبد الله آل دواس الدوسري، يأتي مع المركز الثاني من خلال انطلاقة فجاج. المركز الثالث، أتابع الاسم القادم، أول ندى لمزاح القادم بشعار راشد بن جابر الجربوع المري، يأتي مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن عقيل بدأ يتقدم مع وهاج لطالب بن مسلم بن عقيل، يأتي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، والقدوم ايضا من موصوف عبد الله بن سيف العميمي قادم في هذه اللحظات، ولكن ايضا الاسم القادم يصل مصفوط لسعود بن علي بن سالم الفراج هنا في هذا الاداء الجميل. وصلت الاسماء، تابع الشعارات القادمه، ياتي الوصول من الغزال لراشد بن سالم الحيمر القادم في هذا الاداء الجميل. وصل الجميع، بدات الاثاره، المنافسه كبيره هنا والاجواء رياضية مميزة على ميدان الشحانية. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى الثلاثية الجميلة على خط البداية على مركز الصدارة، ولكن أتابع التقدم في هذه اللحظة. يا سلام يا وهاج، غير الأمور في هذه اللحظات بشعار طالب بن مسلم بن عقيل، يقدم لنا وهاج. هذه بوابة الكيلومتر الأخير، بوابة الانتصارات. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام مع ثاني المراكز هناك، والوصول من مزاح لراشد بن جابر الجربوع المري، والمركز الثالث فجاج مبارك بن عبد الله الدوسري، والمركز الرابع الوصول والتقدم من ميسور لسالم بن زيد بن نديله. المركز الخامس شعار الفراج بدأ يهاجم مع مصفوط لسعود بن علي بن مبارك الفراج، ولكن البداية المقدمة والصدارة. يا سلام يا وهاج، المنطلق في هذا الأداء الجميل الحاضر في هذا الصباح بشعار طالب بن مسلم بن عقيل، الأمتار النهائية، أمتار الفوز والانتصار، ولكن فجاج خطير قادم على المركز الثاني. مبارك بن عبد الله الدوسري ياتي مع المركز الثاني، يبغي الناموس والانتصار، ولكن البدايه المقدمه. وهاج 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 يحضر بصوره جميله، يحضر هنا مع شعار طالب بن مسلم بن عقيل. الله 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 الله، من ياتي في هذا الصباح الجميل ليتقدم هنا في هذا العرض المميز؟ سلام يا فجاج سلام. الله الله الله، طالب بن مسلم بن عقيل هنا ياتي في هذا الاداء الكبير. مشكور يا ابو هيل.
فيصل اللي قدم لنا تحديات هذا الشعار في اللحظات الأخيرة، يصنع فارق بينه وبين بقية الأسماء، نهاية ذهبية، وهذا هو الفوز والانتصار مسجل باسم وهاج. تهانينا لطالب بن مسلم بن عقيل على هذا الفوز والانتصار، بينما ثاني المراكز مشاهدين الكرام من وصل مع المركز الثاني فجاج بشعار مبارك بن عبد الله الدوسري، المركز الثالث كان الوصول من شعار الفراج مع مصفوط سعود بن علي بن مبارك الفراج، المركز الرابع رابع المراكز مدوش لحمد بن محمد لبريد المري، المركز الخامس ملفت لي عبد الرحمن بن محمد الجربوعي المري. تابعنا هذا الشوط وتابعنا الإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن نهاية جميلة وانطلاق مميز في اللحظات الأخيرة مع وهاج بشعار طالب بن مسلم بن عقيل الذي خطف الأضواء في مسار هذا الشوط. لحظة الإعادة مع ملخص شوطنا الماضي، مشكور يا مخرجنا، لنتابع كل الإثارة والتحدي هنا على أرضية ميدان الشحانية. 6 دقائق و3 ثواني 82 جزءا من الثانية هو التوقيت المسجل مع 4 كيلومترات، ومع وهاج تهانينا والناموس لطالب بن مسلم بن عقيل، فوز وهاج وانتزاعه ناموس هذا الشوط، وسعد الله صباحك مع هذا الانتصار الجميل. بينما ثاني المراكز كان الوصول من فجاج وتوقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق و8 ثواني 81 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمبارك بن عبد الله آل دواس الدوسري على فوز فجاج بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان الوصول مشاهدي الكرام من شعار الفراج ومن خلال تحديات مصفوط، هذه لحظة الوصول في 6 دقائق و13 ثانية جزءا واحدا من الثواني. تهانينا والناموس لسعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج.